ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لفيلم من الافلام الرعب اللي هتنزل في سنه 2021، واخيرا الواحد هيتفرج على حاجه رعب في ام السنه اللي مفيش اي حاجه عدل لحد دلوقتي. من حيث الافلام الانجليش لحد دلوقتي حرفيا 2021 في الافلام الانجليش مفيش اي حاجه عدل اتفرجت عليها غير جاستس ليج فقط لا غير، يعني لحد دلوقتي بجد يعني. فاخيرا يا رب بس التريلر يبقى حلو عشان الواحد كده يخش السينما وهو يعني متحمس، يعني هو داخل يتفرج على حاجه عدله يعني. يعني اتمنى ان هو يبقى حلو، اتمنى، مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. يعني ما يعني تقريبا زمان كنت متوقع ان انا يعني حاسس ان الافلام هتبدا تبقى قويه من اول شهر مايو مثلا، يعني في الافلام الانجليش بالذات من اول شهر مايو الافلام الجامده بقى هتبدا تنزل. يعني يا رب بس ما يقعدوش ياجلوا الحاجات، لان الواحد خلاص حرفين اتنفخ من موضوع التاجيل بتاع الافلام ده، لان خلاص يعني بجد الواحد جاب اخره. يعني نفس الواحد يخش فيلم كده يعني ياكل الفشار المتين بتاعه، ياكل الناتشوز المتينه بتاعته، يتفرج على الفيلم ويتخض ويروح ويجي وبتاعه. وممكن الله اعلم ممكن نبدا نعمل حوار الفلوجز اللي انا كنت قايل لكم عليه ده. فاكرين موضوع الفلوجز اللي انا كلمتكم عليه ده؟ في حلقه كنت قايل ان انا ان شاء الله باذن الله يعني وقت ما السينما بقى تبدا تتظبط ووقت الافلام الحلوه اللي عليها مثلا هايب ولا حاجه اللي ممكن نقعد نتكلم عنها، اعمل لكم مثلا فلوج ولا حاجه ونطلع نروح ونعمل ونسوي ونتكلم، تبقى فكره لذيذه والله. يعني فيلم اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو فيلم اسمه The Unholy، ده مفروض ان هو هينزل في ابريل 2021، وهو من كتابة واخراج ايفن سبيليتوبولوس. مين يا باشا ايفن سبيليتوبولوس ده؟ مين ده؟ لمؤاخذة انا اول مرة اسمع، عمري ما سمعت الاسم ده حتى ما عداش عليا كده يعني. ما علينا، لحد ما الصفحة تحمل هنعرفه مين الاخ. بيشارك في البطولة جيفري دي مورغان، كاري اولويس، والناس التانية كلها انا بصراحة ما اعرفهاش. يعني جيفري دي مورغان انا بحب تمثيله بصراحة. كاري اولويس ده يا جماعة اللي كان عامل سول، هو كان اسمه دكتور جوردن، رجع مع جيفري دي مورغان في فيلم جديد. كاري اولويس ده يعني حرفين الشهر هو سو، يعني غير كده ما فيش خالص تقريبا. سبيليتوبولوس ده اسباني ده ولا مكسيكاني ده ولا ايه؟ اخرج اي حموت اعرف اخراجيا عمل ايه. اخراجيا ما عملش حاجة، ما انا بقول برضو عيب. اخراجيا يا جماعة اخراجيا الراجل ده ما عملش اي حاجة، يعني ما عملش اي حاجة، ده اول فيلم حرفين هيخرجه اللي هو اللي اسمه The Unholy ده. ما عملش اي حاجة قبل كده، ما انا بقول لكم الاسم ده حتى ما عداش عليا يعني. بجد متحمس اشوف التريلر بصراحه، لان انا وحشتني بصراحه الافلام الرعب والدخول السينما الافلام الرعب وحشتني الايام دي. فاتمنى بجد ان هو يبقى حلو يعني وما يطلعش فكسان يعني. والحمد لله هو اوفيشال تريلر، مش زي مسلسلات رمضان اللي هم بيرمونا بس مجرد تيزرز كده واللي هو بيقول لكم مشوا حالكم اليومين دول لحد ما ننزل لكم التريلر. فحلو قوي ان هو اوفيشال تريلر، فان شاء الله باذن الله هندي نسبه ترقب. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. The Unholy على هوم سينما، يلا بينا. She's here. Listen, I have a story for you. Something the examiner will love. A healing possibly divine. A girl performing miracles after a visitation from the Virgin Mary. Many are going to watch. Mary wants to reach as many people as possible. Maybe millions. Seeing is believing. And why do you think Mary chose you? I opened myself up. I have read several libraries worth on the supernatural. Investigated half a dozen miracles. She's here. You think there could be other forces at play here? When God builds a church, the devil builds a chapel. This is not the work of the Virgin Mary. It's the work of the unholy. Faith in evil. Holy Mary, Mother of God, the Lord is with you. Okay, and everyone has April. Wow, el film shaklo even Spielberg's. الفيلم شكله هيبقى جامد فشخ. ايه ده؟ لا ده شكلنا داخلين على حاجه صايعه، شكلنا داخلين على حاجه جامده.
لا الفيلم شكله حلو، بس انا ليه معرفش ليه حسيت بفايبس كده من ضنن شوية، بس لا مش قوي برضو. لا بس شكله فيلم حلو، الحمد لله فيلم حلو، هينزل سينما وهنتفرج عليه في السينما. مش مصدق نفسي يا ليمبي. الفيلم شكله هيبقى حلو يا جماعة، انا بصراحة مبسوط. يعني اللي هي اللي فهمته من التريلر ان هو The Virgin Mary يعني جات للبنت الموجودة في الفيلم، يعني عندها مشكلة هي على فكرة في السمع، ان هي يعني تقريبا اتكلمت معاها حاجة شبه كده، فابتدت ان هي بتشفي المرضى زي ما شفت الولد اللي كان قاعد على كرسي بعجل وهي شافته يعني من الاخر، وقامت وحركت رجلها وحرك رجله قصدي سوري وتعافى والكلام ده كله. بس لا ده شكله فيه في المدى تفتكره هينزل في صالات العرض عندنا في مصر، ولا فكرته صعبة ان هي تنزل؟ لا انتوا بتهرجوا ليه بس الفصلان ده بقى؟ اوكي في حاجة يا جماعة انا شفتها دلوقتي فصلتني فشخ، الريتنج بتاعه PG-13. ليه؟ ليه 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 يا جدعان؟ ليه يا جدعان تدوني كده كل حاجة وفجأة تاخدوا مني كده كل حاجة؟ ليه يعني ليه الموشن ليه الريتنج؟ مش فاهم ليه PG-13. يعني فيلم زي ده لو هما بأذكياء وبيفكروا وهيعملوا حاجة صايعة كده ورعب وبتاع، تديني واحد ريتد ار، يعني ريتد ار فور فايولنس فور جور فور بدنجان فور اي على دماغكو، ريتد ار يعني ده المفروض فيلم رعب بقى مثلا، هيبقى فيه دم هيبقى فيه بتاع هيبقى فيه خضات جامب سكيرز بتاع. ليه PG-13؟ ليه رحتوا البي جي 13 عشان يجر رجلي يعني والناس تخشه، ولا ايه؟ انا مش فاهم ليه يعني ليه PG-13؟ ضايقني الموضوع ده بصراحة، ضايقني فشخ. ليه PG-13؟ أنا بجد مش فاهم. هو بصوا بصراحة أنا نسبة ترقبي للفيلم ده هي 7/10، 7/10. لو ما كنتش شفت حوار الريتنج بتاع موضوع الريتنج بتاع PG-13 ده كنت ممكن أديله 8.5/10، بس من ساعة ما شفت حتة البي جي 13 دي انا 7/10 نسبة ترقبي، لان انا مش عايز ادي هاي اكسبكتيشن قوي وفي الاخر ينزل بيها الارض حرفيا. يعني التريلر حلو على فكرة وشكله جامد يعني، بس انا بدايتي فعليا بجد بدايتي موضوع بي جي 13 ده، يعني ليه بي جي 13؟ يعني المفروض ان فيلم رعب وبتاع حركات، يعني ليه بي جي 13؟ الله اعلم صراحة، الله اعلم، انا مش قادر افهمهم. بس ماشي، عامة ده كان التريلر رياكشن بتاعنا النهاردة هنا على هوم سينما. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. منسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، منسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. واي واي.